السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. اليوم لاعبين كيفية إنشاء حساب أمريكي بالنسبة إلى أجهزة سوني، سواء كان بلاي ستيشن 3 أو بلاي ستيشن 4 أو بلاي ستيشن 5. الآن الطريقة واحدة لأن النظام التشغيلي هو واحد والسيستم هو واحد. التجربة أو الطريقة لاعبينها على جهاز بلاي ستيشن 4 في فيديو سابق بين كيفية إنشاء حساب سوني الحساب العادي العربي. الآن راح أبين كيفية إنشاء الحساب الأمريكي، لأن دائما أكو فيه أفضلية بالنسبة للحساب الأمريكي من ناحية بعض الألعاب المجانية أو بعض الألعاب الجديدة التي قد تنزل في أمريكا قبل ما توصلنا في الشرق الأوسط. فقبل ما أبدي لا تنسى من الاشتراك في القناة إذا لم تكن مشترك وفعل جرس التنبيهات، وخلينا نبلش. أول شيء نروح على إنشاء الحساب. لاحظ هنا أنا أكو في جهاز بلاي ستيشن 4 الحساب، راح ندخل على إنشاء الحساب. بعد إنشاء الحساب حضغط أنا أقبل بالنسبة إلى اتفاقية المستخدم وأضغط التالي. الآن يطلب مني بريد الإلكتروني وكلمة المرور. أنا أريد إنشاء حساب جديد، فأنزل على هل أنت جديد وأضغط قم بإنشاء حساب. الآن أسوي sign up now. نجي هسه البلد، أهم شيء عندك فقرة البلد. البلد اللي إحنا نريد نسوي عليه حساب هو أمريكا، فتختار مثلا نيويورك، واشنطن، أو تختار مثلا لوس أنجلوس، أي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية. واللغة أكيد راح يكون عندك إنجليزية، وتاريخ راح تحط تاريخ ميلادك أو أي تاريخ، المهم يكون فوق عمر 18 سنة بالنسبة إلى الإنشاء. التاريخ راح ندخله أي تاريخ، بس الشرط قلنا أكبر من 18 سنة. فيدخل التاريخ، والبلد هو يونايتد ستيت، واللغة إنجليزية. راح أضغط على نيكس. الآن السيتي تقدر تختار نيويورك، واشنطن، قلنا لاس فيغاس، أو أي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية. أنا راح أكتب نيويورك بالنسبة إلي، فأكتب نيويورك. بعدها نجي نختار بالنسبة إلى نيويورك، فنيويورك سيتي البوست اوفيس نختار ايضا نيويورك. بالنسبة الى بوست كود، هذا اهم فقرة بالحساب الخليجي او دول الخليج، ما كان اي رقم تقدر تدخله اوكي، ولكن بالنسبة للحساب الامريكي لازم تكتبه صحيح، واذا تريد تعرفه بس مجرد تكتب بوستال كود وتكتب نيويورك باستخدام بحث جوجل، فلح يطلع لك عندك الكود، مجرد تجي تشيله وتكتبه في هذه الخانة عن طريق بحث جوجل. فبالنسبة الى نيويورك انا بحثت عن طريق جوجل واخرج لي هذا الكود بالنسبة الى البريد. واضغط نيكست. الان هسه راح يطلب مني ايميل، شرط ان يكون ايميل غير مستخدم في اي حساب من حسابات سوني. فادخل الايميل الخاص بي، وانشئ باسورد خاصة في حسابي، واعيد كتابة الباسورد، واشر صح على المربعين، واضغط على نيكست. الآن اختار صورة، عدة صور هو حاطيها، اي صورة تقدر تختارها. واعطي ايدي بالنسبة الى حسابي، اي الاسم اللي راح يظهر عند اللعب اونلاين، فتقدر تختار اي اسم انت ترغبة. ثم تكتب اسمك الحقيقي الاول، وتكتب اسم العائلة او اخر اسم، ثم نيكس، وبعدها ايضا راح اقول له نيكس. هنا بالنسبة الى حلقة الاصدقاء تقدر تتكتب خاصة بك، اصدقاء داخلية، او تريد تكون اي احد يقدر يعثر عليك، فتكتب احنا anyone.
واضغط نيكس. الان بالنسبه الى الاصدقاء هم تقدر يشاركون اصدقائك، اي يعني اصدقائك الموجودين في الحساب هل يمكن ان يشاهدوا، هم اقول له انيوان. الان يقول لك بالنسبه للاصدقاء ايضا راح اقول له كلوز فريندز واقول له نيكس وايضا انيوان، يعني الاصدقاء يقدرون يشوفون بعضهم. واقول له نيكس الان اوافق على الشروط الخاصه بحساب. تريد هنا بالنسبه الى فيسبوك تريد تربط فيسبوك بالنسبه الى حسابك السوني، اذا ربطته راح اي العاب تلعبها تشارك مباشره في حسابك فيسبوك، او تقول له تون تايم ليتر اي ما تريد تضيف حساب فيسبوك مع الحساب سوني. وبهيجي كملنا الحساب. تحت هنا فتح عندي المتجر الامريكي الخاص بالخصومات والالعاب، وهذه هي طريقة انشاء حساب سوني الامريكي لأجهزة البلاي ستيشن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.